الإسكندرية أقيمت احتفالية لتخريج الدفعة 14 لخريجي الثانوية العامة بمدرسة محمد زهران التجريبية للغات دفعة العام الدراسي 2013-2014. لازم نشكر كل الناس اللي ليهم فضل ان اليوم ده يبقى بالشكل ده، ومن الناس دي ميس ناهد الترومباجي. بنقدم خالص الشكر والعرفان للاستاذه الفاضله ناهد الترومباجي مدير عام مدارس الحرب. بسم الله الرحمن الرحيم. فعليتم اسم مدرسه محمد زهران عاليا. مبارك عليكم وعلينا هذا النصر والتحدي. الآن مع كلمة الطالبة إسراء صبحي مسعود الحاضر على المركز السادس. والآن مع تكريم خريجي مدارس محمد زهران دفعة 2014. معقول يا ولاد بنقول باي باي؟ أخذت المسيرة سفيتينها، باي باي. شوفوا الأيام بتمر ازاي، مش لسه يا دوبك برلينها. قام الخريجون بتوزيع شهادات التقدير على معلمي المدرسة تقديرا وعرفانا بدورهم.